الأولى بهذا الصباح. وجولتنا اليوم راح نتجول احنا وياكم على المحال التجارية ونتابع غلاء الأسعار وآراء الناس بغلائها بعد ما كان حكوا هناك حظر تجوال في مدينة سامراء. فنتابع احنا وياكم مشاهدينا هذه الجولة ومن بعدها راح نرجع. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سامراء الفضائية، جولة جديدة راح نأخذها أيضا نتحدث بها مع أصحاب المحال وأيضا مساهمتهم في احتواء هذه الأزمة، أزمة فيروس كورونا، وأيضا دعمهم للأسعار ومساعدة الناس اللي تحتاج على الأجر اليوم. خليكم ويانا وهذه الجولة. اليوم احنا في جولة حتى يعني أيضا نثمن جهودكم في دعم الأسعار. اليوم أيضا عندكم مساهمات أنتم من خلال هذا المحل. تحدث لي شون قدرتوا أنه تدعمون الأسعار وأيضا شون تتعاملون مع هذه الأزمة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ربي ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وإن شاء الله تعبر هذه الأزمة بسلامة، بسلامة أهلنا صلاح الدين والعراق عامة إن شاء الله. والله قدرنا احنا تقريبا على الحاجة اللي يحتاجها المواطن، أكثر شيء اللي يطلبها تقريبا اللي هو مادة الصمون. احنا الصمون كنا سابقا نبيعها بألف، سوينا خفضنا سعرها إلى العلاقة إلى 750، تحتوي على 8 صمونات يعني شوية، لأنه تدري لأن أكو هواية عمال وأكو هواية ناس قعدت ماكو شغل، فقدرنا أن نساهم بهذا الشيء، وهو شيء بسيط طبعا هو بالنسبة لنا يعني، فالشيء احنا نعتبره، ولكن يعني هي مساهمة لي بس تعبر هاي المرحلة إن شاء الله بسلامة. إن شاء الله احنا حتى اكو اذا اكو مواطن يعني اكو بيوم يجي يقول لك انا ما عندي حاليا اي شيء، هم نساعده وهم شو اسمه يعني هذاك لا تبجحا ولا شيء ولا يعتبر رياء إن شاء الله. بالعكس يعني احنا نفرح ونفخر بهكذا اعمال. يعني البعض يمكن يستغل مثل هكذا ازمات، يمكن اذا كان الصمون او 8 صمونات بألف ممكن انه يرفعها الى 1000 وربع 1000 ونص، اليوم انتم العكس عملتوا به. نعم والله هذا العمل او هذا الشيء اللي نقدمه لاهلنا محافظه صلاح الدين واهلنا في تكريت، خاصه كل من واخلاقه وكل من وامكانيته يعني، فاحنا ان شاء الله نسعى لخدمه المواطن وان شاء الله ما يحتاجون الى شيء ان شاء الله. وقلت لك يعني احنا اللي قدرنا عليه هذا ابسط شيء نقدمه للمواطن، لان المواطن حقيقه تعب يعني، ظرف تعبان والنوبجة هاي الحاله، ويا رب ان شاء الله تروح هاي الحاله ما تبقى ان شاء الله، بدعاء الخيرين وتكاتف الاخوه ان شاء الله. ان شاء الله شكرا، ان شاء الله تعبر. الله يسلمك، هلا مرحبا، احنا حاضرين. الله يحفظك. طبعا احنا فخورين بكل هذه الاعمال وهذه المبادرات اليوم، هذه حتى ايضا يعني ما نحرج هذه افران الكارخ اليوم، وخلي تصير مادة إعلانية، لأنه الناس اللي تعمل من أجل مجتمعها، من أجل ناسها، من أجل دعم الفقير، من أجل احتواء هذه الأزمة اليوم اللي يمر بيها، بالتأكيد يعني موضوع نفخر به ولا بد أنه نسلط الإعلام عليه حتى نحث البقية على أنه يسيرون على نفس النهج. طبعا الكل اليوم المفرح أنه الكل الشعب العراقي وخصوصا شعب محافظ صلاح الدين يعني محتوين هذه الأزمة من خلال تكاتفهم، صاحب المحل يحاول أنه يعني يدعم الأسعار، التاجر أيضا يحاول أنه يخفف من الأسعار اللي يفرضها على صاحب المحل، وأيضا المواطن كيف ممكن يساعد. كل هذه الحملات التطوعية والكثير من الأمور والمبادرات اللي أيضا ساهمت في أنه تكون محافظة صلاح الدين خالية من فيروس كورونا. مشاهدين الكرام أن تكمل أبقوا يعني. نعم اليوم ما شاء الله اليوم مشاهد كثير من الأسواق دعمت الأسعار وحاولت أنه تساعد الفقير. اليوم أيضا شلون تشوف هذه الصورة وهذه المبادرات أنتم كأصحاب أسواق؟ والله كده هاي المبادرة طيبة منين ما تظهر، من أي شخص كان، سواء صاحب أسواق أو باع متجول للغاز أو باع خضار. زين، وهذا ما وصانا به الدين الإسلامي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والحمد لله والشكر أهل المدينة متعاونين في كل النواحي. زين والحمد لله والشكر. يعني هذه طينة الإنسان العراقي، يختلف سبحان الله عن كل الشعوب، يحاول أنه دائما يبادر لعمل الخير، وهذه يعني ميزة الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى خصنا بها. انه بالعكس اليوم نشوف انه من خلال فضائيات، من خلال
مواقع التواصل الاجتماعي انه الدول بدأت تتقاتل على المحلات، تقاتل على افران الصمون حتى تحصل. اليوم بالعكس نشوف انه اكو وعي واكو ثقافة. نعم. وكل المسؤول. نعم نعم، هي الثقافة حقيقة قبل لا تكون عراقية الثقافة اسلامية، هذه الثقافة زين، ومن ثم هي الثقافة عربية وانتقلت خلينا نقول عراقية. زين، عندك انت تدري العالم يختلف عن الاطباع تختلف، احنا كطبع كأمة عربية زين مثل ما يقول بابة عرب. نعم. تلقى اي بيت هسه المواد البي ما شاء الله اقل ما يمكن انه تكفي 10 ايام الموجود الحالي. نعم. هذا في حالة يعني حياة طبيعية. نعم. زين، بينما بقية الدول او خلينا نقول الغرب ما عندهم شيء يعني ممكن انه يكفيهم يومين او ثلاثة. نعم. بلد الخيرات الحمد لله، واكيد هو بلد الخيرات. نعم. وبلد التسامح ان شاء الله. نعم. والحمد لله شكر، نسأل الله ان يدفع عنا وعن ليس فقط الأمة الإسلامية وإنما العالم وأجمع البشرية جميعا تدفع عنهم هذه الغمة. والحمد لله وشكرا. شكرا جزيلا، ربي يوفقكم ويحفظكم. طبعا هذه طيبة العراقيين وطيبة أهلنا في محافظة صلاح الدين وفي مدينة تكريت وفي كل عراقنا الحبيب، أنه يأثرون على نفسهم حتى يساعدون الغير، وأيضا يحاولون أنه يعني يخففون من عبء اللي ما عنده الإمكانيات. طبعا اليوم القوي يسند الضعيف والغني يسند الفقير، هذه التكافل الاجتماعي طبعا اكيد هذه اخلاق الاسلام وايضا اخلاق العراقيين بشكل عام، والحمد لله انه هذه الميزه اختصينا بها احنا. نتمنى انه دائما هذه المبادرات وهذه الاعمال الخيره الطيبه تبقى مستمره، ونسال الله انه يدفع عنا هذه الازمه. مشاهدينا الكرام متواصلين، مشاهدينا الكرام مستمرين بأخذ آراء المواطنين وأيضا نشوف أيضا رأيهم في دعم الأسعار المقدمة من أصحاب المحال أو أصحاب البضائع المتنوعة اليوم في أغلب المحال التجارية وبمختلف تخصصاتها. طبعا نشوف أنه اليوم هذه مثل ما تشاهدون هذه البضاعات الحمد لله متوفرة بشكل طبيعي وبكميات كبيرة. الجميل في موضوع هذه الأزمة أنه أثبتت طيبة العراقيين، وأنه أيضا الحمد لله يعني ما منعت أنه تدخل البضائع بمختلف أنواعها، فقط أغلقت المحافظة أمام الناس، وهذه يعني بالتأكيد قرارات تخدم المحافظة وأيضا تحافظ على أنه تبقى محافظة صلاح الدين خالية من هذه الأزمة. خلي نسأل الأخوة. السلام عليكم. شلون الاحوال دكتور؟ راح نقاطعك شويه ولو انت مشغول. الله يحفظك، اسفين انه قاطعناك. اليوم ما شاء الله يعني في محافظه صلاح الدين وتحديدا في مدينه تكريت الكل متعاون حتى يحتوي هذه الازمه، ازمه الفيروس، من خلال دعم الاسعار وايضا الغني يدعم الفقير، القوي يسند الضعيف. شلون تشوف هذه المبادرات وشفت من هذه الصور وهذه الحالات؟ حقيقه بدايه احب اشكركم على هذا اللقاء، هذا يدل على طيبه وكرم الشعب العراقي، وهذا الأزمات هي اللي تخلق الوحدة والتكافل والتعاون فيما بيننا، وإن شاء الله يعني نعتبر هذه اختبار رباني بحيث أنه إحنا كمسلمين أولا ثم كعراقيين نسعى لأن تكون متكاتفين ومتعاونين في سبيل العبور من هذه الأزمة إن شاء الله، وبجهود الطيبين الموجودين ابتداء من الحكومة وانتهاءً بأبناء الشعب العراقي، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع إن شاء الله. آمين. يعني اليوم المحافظة عندها قرارات آنية، يعني يوم أمس كان حظر شامل للتجوال، اليوم سمحت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، أنتم اليوم أيضا تستغلون هذا الوقت حتى يعني تتسوقون ما تحتاجون إلى؟ أي نعم بالفعل، يعني هي خطوات يعني مدروسة إن شاء الله، وحقيقة نتمنى أنه موضوع الحظر يكون يعني توقيته أيضا، يعني تدري بعض الناس متأخرين دائما يعني يجون، يعني يكون نتمنى أنه يكون بين العشرة والأربعة العصر في سبيل حتى انه بعض الناس يقدرون ان صح يعني من الصبح بسبيل جماعه المخضر يعني هيئون امور، لكن مع ذلك هذا يعني اجراء وخطوه مدروسه حقيقه، ونتمنى انه يكون
مبادرات أوسع فيه، يعني أتمنى تكون هناك تكافل أكثر، مساعدة أصحاب الدوي المخدود. في حقيقة ثري اللي عايش على مجهول يوم يحتاج إلى مساعدة، والخيرين والطيبين موجودين على مستوى المحافظة، ونتمنى إن شاء الله مرة أخرى السلامة للجميع إن شاء الله. آمين. سؤال أخير يعني بشكل عام، شلون نشوف قرارات خلت الأزمة وأيضا تعاون المواطنين معها؟ والله حقيقة يعني تدري إحنا الآن الظروف الطارئة كمية، إحنا طبعا إخلاص قانون، فالظروف الطارئة حقيقة تحتاج إلى قرارات حازمة أكثر. صح أن هناك أكو تهاون في بعض القرارات، ولكن تحتاج إلى دراسة أكثر وإجراءات مستعجلة، أيضا إلى توفر الأمور الدعم المالي والدعم اللوجستي من خلال قيام المؤسسات الدولة جميعا، وليس فقط جهات معينة، ليس فقط وزارة الصحة أو الجهات الأمنية، وإنما يكون تعاون جميع مؤسسات الدولة في سبيل يعني إيصال أو البلد إلى بر الأمان والخروج يعني بأقل الخسائر. يعني هاي أمور رب العالمين يعني من وضعنا هذه اختبار إنا، ونسأل السلام والشفاء للجميع والرحمة لمن تعرض إلى هذا الوباء، وإن شاء الله يكون اختبار إنا إن شاء الله. اختبار. شكرا جزيلا. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا إلى ختام هذه الجولة، نتمنى أنه يعني نتجاوز هذه الأزمة بسلامة. بالتأكيد هو اختبار رباني، وإن شاء الله نجحنا بهذا الاختبار من خلال الصور المشرقة لأبناء وطننا في تكافلهم الاجتماعي وفي دعمهم البعض. يعني اليوم الكل يعملون مثل الخلية، خلية النحل، في يعني احتواء هذه الأزمة. أتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله ربي يحفظ ويسلم شعبنا العراقي العظيم، وأزمة إن شاء الله وتعدي. مشاهدينا الكرام، جولات أخرى إن شاء الله نلتقيكم بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.